وظيفه كل حاجه موجوده عندك في الجهاز. ازاي بتعمل اكستراكشن؟ ليه بتستعمل الكيميكال المعينه الخاصه بالاكستراكشن اللي هي خاصه بالام اس بي اس؟ الداتا شيت بتاعت كل حاجه المفروض تكون كيميكال عندك مين يعني. فان شاء الله الحاجات دي ممكن بعد كده على اللونج ران تعرفوا ايه اللي بيستخدم في الاكستراكشن، وتبقوا بعد كده تعملوا داتا شيت للبرنامج. اني واي هنبدا اول حاجه نتكلم يعني ايه كروماتوجرافي. خلاص يا استاذ ولسه بتكلم؟ خلاص فده يعتبر فرق ما بين الاثنين. في الليكويد كروماتوجرافي
بيعتمد العمليه الفصل اللي موجوده هنا واللي موجوده هنا عندك في الجهاز كروماتوجرافي بتعتمد طبعا درجه الحراره الموجوده عندك نعم البولينج بوينت والفولاتيليتي اللي موجوده في الجهاز كروماتوجرافي برضه على اللي بيسموها البولاريتي القطبيه الفرق ما بين القطبيه ما بين كل الف بالظبط تمام سيب سؤالك انا بس هديلك جنرال وهخش بعد كده على الداتا يعني طب يعني ايه بولاريتي؟ يعني ايه نون بولر؟ يعني ايه بولر؟ يعني بيتم الفصل ازاي؟ تمام لكن ده اللي بيحصل عامة في الليكويد كروماتوجرافي في الجاز كروماتوجرافي بيبقى التركيزات العالية بتبقى أدق في الجاز في الليكويد كروماتوجرافي يعني البي بي ام ده الأفضلية بتبقى موجودة في الليكويد كروماتوجرافي في الجاز برضه ممكن تستعمل برضه بي 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 تركيزات قليلة برضه في الليكويد كروماتوجرافي لكن الأدق في الجاز كروماتوجرافي في اللو تريسز قوي الجاز بيبقى أفضل في حالة الماكس معايا شباب يعني مثلا أنا عندي موبيل مثلا الموبيل ده تركيزه 1000 بي بي ام اللي هيوريه البيك بدرجه الانتنستي عارفين يعني ايه انتنستي؟ انتنستي اللي هي الهايت بتاع البيك يعني زي مثلا دي بيك تمام؟ ده الهايت او يطلق عليه ايكوال انتنستي اما دي تطلق عليها ايه؟ الاريا الله ينور عليك عشان احصل على بيك ممتازة يفضل استعمل بيك اتش بي ان سي بي ان سي هي بيك كويسه جدا بل في الفصل تبقى افضليه في الفصل عن الجي سي اما لو عملت سبايكنج مثلا عارفين سبايكنج يعني ايه باخد تركيزات مثلا من البيست ده وبحقنها لا سريع ديلوشن حاجه بسبايكنج بحقنه بتركيز معين عشان اشوف الناتج بتاعي هيكون فيه البيك هتزيد انت فاهمني هيظهر عندي البيك في مكان معين ببدا اعمل ديتكشن شويه بالسبايكنج بتاكد ده حاجه فاليديشن يعني تمام انت فاهمني يفضل بقى بدل ما نزلت التركيزات قليله ان انا استعمل الجي سي رؤية كده بدأت تتضح هنشوفها احسن في على الجهاز فهنقول الكونتنت الجهاز هنركز على الجهاز كروماتوجرافي لان هو ده الجهاز اللي خاص بيه محتاجين حاجه في الليكويد انا ممكن اديكوا داتا تمام اديكوا داتا من الليكويد الكونتنت جهاز كروماتوجرافي ماس سبكترومتر سب ابلكيشن سب ابلكيشن زي السوفت وير اللي هو الاكس كاليبر اللي عندك جي سي الام اس ده جي سي واللي هناك الام اس تمام ده بيسموه ايه ده بيسموه هيد سبيس او بيسموه انجكشن تكنيك يعني هي بيطلق عليها كده انجكشن تكنيكس انجكشن تكنيكس يعني ممكن نستعمل هيد سبيس ممكن نستعمل دايركت انجكشن اللي هو ليكويد انجكشن اللي هو ده عندكم اللي انت شغال بيه في حاجات زي البرجر نتراب اللي هو بيستعمل في الميه شغال على الاي سي كيو قبل كده ده برضه انجكشن تكنيكس ده ما ينفعش تدخل ميه على الجسم بيدمر لك الاستيشن ريفيز داير ما بيشتغلش الكولر يعتبر باظ ففي حاجه انجكشن تكنيكس بتحقن عليها بتعمل لك بيك وديزورد وحاجات بتطلع لك الفولاتايل او الفي او سيز او السيمي او في او سيز من السامبل اللي عندك وبتدخلها كجاز مع الكارير جاز اوكسو اللي هو الهيليوم دايركت على الكول بينفس تمام هنا برضه نفس بيدخل لاين من الهيليوم على الدرجن بتاعه يحصل تفاعل بعد كده بيطلع الدرجن بتاعه مع الفي او سيز مع الكارير جاز بيدخل دايركت على الجي سي برضه ده من الانجكشن تكنيكس ايه هو الجهاز كروماتوجرافي؟ الجهاز كروماتوجرافي is defined as a physical technique for the separation of volatile and semi-volatile components or compounds by passing a mobile carrier gas over a stationary phase. يعني ايه؟ يعني هتكلم عربي انجليزي ولا الانجليزي؟ عربي الجي سي هو الكروماتوجرافي عامة فصل المركبات وتعرف عليه. أنا عندي حاجة
مش عارف ايه الحاجه دي بتتكون من ايه. فبدخلها على الكروماتوجرافي عامه بتفصل لي المركبات دي وبقى انا بتعرف عليها بعد الفصل. تاني فكره الكروماتوجرافي عامه سواء هنا سواء هنا سواء اي كروماتوجرافي في الدنيا سواء اي سي كروماتوجرافي الحاجات دي. فقال لك ايه بيعرف ان هو فيزيكال تكنيكس تكنيك فيزيائي تمام لفصل الفولاتايل والسيمي فولاتايل المواد او المركبات المتطايله والشبه المتطايله تمام عن طريق ان انا بدخل موبايل فيز اللي هو الكارير جاز موبايل كارير جاز بدخله بيشيل العينه اللي عندي وبدخلها على ستيشن الجاز تمام. اللي بيحدث بعد كده الفصل هو الكولن. فقال لك ان اند اوت ذا ستيشنري فيز داخل وخارج الستيشنري فيز واي بين كارت ثرو ذا كولن باي ذا موفينج موبايل فيز. والموبايل فيز ماشي الموبايل فيز ماشي بيدخل شاي معاه الكارير هتكلم فيها لسه الماده المرئه اللي جوه الكولن اللي هي ستيشن فيز اللي هي سيليكا جيل هي بوليمر عامه هي ارضيه بيدخل عليها الانابايت بيتفصل جوه بناء على ايه البوليمر ده هنقسمه لبولر ونون بولر لسه في حواليك على حاجات تانية تمام. بيقول لك ذا ميجر فاكتور ان سيبريتنج از ديو تو انالايتس يعني اهم شيء في فصل المركبات دي ان هو ديفرنت افينيتيز فور ذا ستيشنري فيز تمام. احنا نقول الستيشنري فيز هو سيليكا جيل فيها بوليمر تمام يبقى في حاجه هيبقى الفصل عن طريق البولاريتي والفولاتيليتي والبويلنج بوينت عن طريق الفرق ما بين الانالايت اللي داخل وطبيعه الاستيشن ريفيز اللي عندك. بمعنى ايه الكلام ده؟ فاحنا هنأجل ده شويه وهنروح على اكسسوارز. المفروض انت الملف ده يكون معاك باستمرار يعني. بيقول لك ايه؟ ده انواع الكولمز كلها. تي جي 15 اللي عندنا تي جي 5 ده هو موجود عندك تمام. كل كولم من دول ليه تطبيقات وابلكيشن معينه تمام. عندكم هنا اونلي اس 9 موجود عندكم وعندكم حاجه خاصه بالجي سي تمام. هم نوعين الكولم موجود اربعه بس منهم ثلاثه بس سايت وواحد اونلي كولم الكيو سي بس. هو طبعا لما بتيجي الطلبيه دي انت بتحدد بتشتغل ايه فبناء على كده شويه انا خاص بالاستثمار لا كل حاجه انا ستيب باي ستيب اللي عندك 5 ام اس اللي هو الكولم اللي خاص بالبيست سايد. انا بقول لهم هندخل عليهم. قال لك ايه؟ او خلينا في الكولم بتاعنا احسن على اساس ما الامور ما توسعش. في منه انواع الدايمنشن بتاعه اه طبعا هو لا في 30 متر في
25 متر ده طول، وفي الدايمتر بتاع 0.25 مختلف. ما بقول لك بالسوسايد في دايمنشن معين. ايوه هو انت او قبل ما تشتري بيجي لك الفايل ده، انت فاهمني، بتحدد بقى الشغل بتاعك وانا محتاج قد كده. لان احنا بعد كده يا جماعه برضو دخلتنا في موضوع الا وهو انت اللي عندك الفصل بتاعك، يعني الفيلمنت لما يجي يشتغل الفيلمنت برضو بيعتمد عليه ثيوريتيكال على الطول بتاع الكولم. يعني سي لو انت عندك 30 متر الكولم في البيست سايد، يبقى انت يستحب الانالايت بتاعتك مش هتظهر قبل 4 دقائق او 5 دقائق. اكزاكتلي 4 دقائق. يعني المفروض تفتح الفيلمنت بتاعك 4 دقائق عشان اي حاجه بعد كده من الهيدروكربونز من الحاجات دي ممكن تاثر لك على الفيلمنت، لان الفيلمنت حساس جدا فممكن يتحرق منك. فلو لو 30 هنبدا من 4، لو 25 هنبدا من 3، لان الطول بتاع الكولم بيبقى قصير شويه. فده برضو من ضمن الاجابه على السؤال حضرتك. anyway هنرجع للملف بتاعنا. خلاص فهمتوا بقى القصه دي جت ازاي؟ ده الشكل. تمام؟ قال لك ده الكارير جاز اللي موجود عندي. تمام؟ وده جي سي، الجي سي ما هو الا اوفن. تمام؟ والكولم بتاعي. طبعا الاجكتور بورد اللي هو الجزء ده. سواء رايت او ليفت. اللي انا بحقن فيه العينه بتاعتي، السامبل بتاعتي. تمام؟ ده كله باستفاضه هيجي يعني. وده الديتكتور بتاعي، الديتكتور بتاعي ده كان زمان الاف اي دي والام بي دي الفليم ايونيزيشن ديتكشن، وعندك الام بي دي النيتروجين فوسفرس ديتكتور، سوري الاف اي دي فليم ايونيزيشن ديتكتور مش ديتكشن. وده كان السيستم اللي هو الجزء بتاع السيستم. تمام؟ الديتكتور ده بقى هيتحط له ماس بعد كده، انا هجيب لكم الشكل بتاع جهازكم ما تقلقوش. ده زي ما احنا قلنا الانجكتور، وده حضرتك قلت لي امبارح كان شفت انت اشتغلت عليه ده الام ال اف اي دي. تمام. ده السبليت سبليتلس اللي هو الانجكتور بورد بتاعك او اللاينر اللي موجود عندك، في عندك البي تي دي، عندك السبليت سبليتلس سبليتلس وسبيرج. ده ديبندز بيعتمد على الميثود بتاعتك، يعني الميثود دي تقول لك حلل لي مثلا بيست سايدز، خلاص اللي هيدي لك طريقه جايب لكم انا طريقه معايا فيها كل حاجه ده موجوده. تمام؟ ايه هو الجاز سلندر اللي موجود عندي؟ قال لك ذا سورس اوف هاي بيورتي كارير جاز، لازم يكون عالي النقاوه جدا اللي هو الهيليوم اللي موجود عندي. ويستعمل كموبايل فيز زي ما احنا قلنا، موبايل فيز يعني حاجه بتشيل الانالايت بتاعه بتدخل بيه جوه على الـ على الستيشن بيتس او على الكولم عشان بعد كده تبدا تفصل. قال لك ذا تو ستيج ريجولار، يعني في حاجتين مهمين قوي في اسطوانه عندك، البريشر والفلو ريت بتاع دي مش هتهمك قوي بس نعم؟ بتاع الغاز اللي عندك، قال لك ذا فيرست ستيج انديكيت ذا بريشر ريمينينج ان ذا تانك، الغاز اللي موجود عندك بريشر وعندك الفلو بتاعك اللي بيطلع عندك بتظبطه عن طريق السوفت وير اللي انت بتستعمل 1.2 1.5، فانت ديبينس اباوت يور ابلكيشن، يعني ده بتعتمد برضه على الطريقه اللي انت بتشتغل عليها. انجكتور بورد احنا قلنا ده الانجكشن تكنيك، عشان بس نفصل انتوا معايا يا جماعه، وده الجي سي ودي الماس. الماس دي جواها حاجات كتير. تمام؟ ف هندخل على الانجكشن، الانجكشن بورد. تمام؟ ده اللي هو خاص بالانجكشن بورد. تمام؟ سواء هنا او سواء هنا، هو والله عمره يعني درجه حراره 280 او هنا، بس هنا زي ما انت شايف الكولر من هنا على الليفت انجكشن بورد، وهنا ده مفصول، ودي جزء الماس بتاعك ترانسفير لاين او بيسموه اوكزولاري في بعض الاماكن. تمام يا جماعه؟ فده الجزء ده كله ده اسمه انجكشن بورد. خلاص؟ فبيقول لك ايه؟ الانجكشن بورد ده قال لك the sample and production board will find analytes are placed in the vapor phase. دخل ليكويد، دخل على درجه حراره 280، فاوتوماتيك بيتحول من الليكويد للفيبر. تمام؟ قال لك الاوفن اللي هو الفورم، قال لك طبعا ده بينظم درجه حراره الكون الفورم اللي هو بعد كده الحراره اللي هي هتتحكم في الفصل بناء على الانالايت اللي موجوده عندك. الكولم بيسموه في علم الكروماتوجرافي ذا هارت اوف
طبعا كل حاجه في الناس، كل حاجه في الجي سي لو حصل فيه ديفول بسيط مش هتعرف تكمل، بس في اهم وفي مهم يعني. احنا من اهم الاشياء عندنا هي الكل. الديتكتور طبعا ده الكاشف بتاعنا هو الماس، اللي هو الديتكتور داخل الماس ماشي يا جماعه، لان الماس فيها الايون سورس، فيها الكوادرابون، فيها الديتكتور. هنتكلم كل حاجه بصفاتها لحد كده كبير يا جماعه، كل حاجه تمام. في اي سؤال مثلا؟ لا اكتب اللي انت عايزه، بس لا في حاجه اعيدها، انا مش بتكلم في الاستفسار يعني، في حاجه تتعاد نعيدها بسرعه لو محتاجين. شوف يقول لك انواع الغازات اللي بتستعمل في الكروماتوجرافي. سريعا قبل ما نخش على الكلام ده، انت عندك الارجون ده كونوجن انرجي، ده بيعمل فراجمنتيشن. الهيليوم ده كارير جاز. انت لو بتعمل فيرجن يستحب ان الهيدروجين، انت بتعمل فيرجن، انت معاه في الاف اي دي فريم اكوزيشن ديتكتور بتستعمل له هيدروجين، بتستعمل له ايرو هيدروجين واكسجين تمام. كل دي بتستعملها عندك في الكجازس في الجي سي عشان تعمل لك فيه تمام. فدي الغازات اللي بتستعمل عندك. فبقول لك زمان ده سكري جاز ترانسبورت زي ما احنا قلنا، كان موبايل فيس وبيشيل عينه وبيتحرك ويدخل جوه الكولن. تاني حاجه بيقول لك بيعمل اوفر سوتبل ماتريكس، بيعمل يعني عايز اقول لك الماتريكس للديتكتور، يعني حاجه كده كانت دي جوه الديتكتور ما تحصلش عليه بعد كده. فقال لك الجزء الكورتنج ذات زكريا الجهاز دي هاي بيوريتي. هاي بيوريتي يعني ايه؟ انت لما بتجي لك الاسطوانه فلازم تشوف الجريد اللي جاي لك. الجريد جريد يعني ايه؟ يعني 4 صفار 5 صفار، يعني 99 او 0.9999 يعتبر ما يقلش عن 4 جريد 5 جريد، احسن حاجه طبعا 6 جريد، بس ده طبعا بيلعب في الكوست بنت. اهم حاجه تبقى هاي كيو. ليه؟ عشان تكوين اللي لو دخل معاك كل ما قلت البيورتي بتاعت الاريا هتلاقي في بعض الجاز زي بخار المايه، زي النيتروجين، زي الاكسجين، الحاجات دي بتعملك دستروي، بتدمر لك الستيشن فيز او السيليكا جيلي تدخل تدمر لك الكولا. فيستحب ان انت كل ما كان هاي بيورتي انت فاهم، كل ما كان الكولا بيحافظ عليه، كل ما كان حتى الريسبونس عندك في الشغل يكون عالي، لان مش هيكون عندك هيك انت معايا، دي بتاثر على الريسبونس عندك في الجهاز يعني. قال لك الهيدروجين ده بيست جهازته، بس هو مشكلته اكسكلوسيف بيساعد على ال، قال لك الهيليوم فيري انرت جهاز كامل. النيتروجين زي ما احنا قلنا في فيسكس شويه او لازم شويه. الاربون انرت بات فيسكس، بس الاربون احنا بنستعمله ككونوجن انرجي، هو عباره عن انرجي طاقه بتعمل لي فراجمنتيشن للبيرنت ايون للدوتر ايون. هنتكلم في تقريبا في شغلنا اساسا ده اللي هو التكنيك الخاصه بالاس ار ام اللي هو السلكتيف رياكشن مونيتور. ده بيقول لك الكونفيجريشن اللي خاص بالاوتو سامبلر اللي هو الانجكشن تكنيكس والجي سي والميكس، كل حاجه ليها البارامتر بتاعتها. ده اللي هو الشكل بتاع السوفت وير، لو انتوا اشتغلتوا مع قبل كده وشفتوا هتلاقوا المنظر الرام اللي موجوده دي. الرام دي يعني ايه؟ يعني دي الطريقه اللي بتيجي بتقول لك انت هتبدا الانالايت بتاعك اللي هيشتغل او السامبل بتاعتك، بتبدا درجه حراره 60 وبعد كده هولد تايم بتاع دقيقه وبعد كده بترفع درجه حراره لغايه من 60 ل 150 30 درجه مره واحده كل دقيقه تمام؟ ومن 150 ل 300 درجه كل 10 درجات بير مينت، وبعد كده بيحصل لك كولينج للود الجديد تمام؟ فده الاوفن ده اللي بظبط عليه الكولا بتاعي. لحد كده تمام يا شباب؟ الانلت سيستم او الانجكشن او بيسموه الانجكشن بورت تمام؟ قال لك ايه؟ فابورايز اسامبل، انت ليكو داخل مع درجه حراره عاليه بيعمل لك فابورايزيشن تمام؟ الدليفر سامبل بعد كده السامبل بتاعتك، لو جيت بصيت زي ما وريت تلاقي كولم طالع من اللاينر. انت فاهمني؟ اللاينر ده اللي هو جزء فيه سته وفيه فيرل برضه موجود بعد كده، اوتوماتيك الكولم بيدخل على قال لك حتى قال لك الكونسيومبلز سته لاينر فيرل. شفتوا حاجات قبل كده؟ دي حاجات في واللاينر اللي هو اللاينر اللي هو عباره عن بلس كده بيدخل فيها
ده الانلت او اشكال اللاينر بتاعتي. قال لك تو كول كولم اوتوماتيك سبليتس ليتس تيست بي دي بي باك اند واير كول كولم اللي احنا هنشتغل عليه اللي هو سبليتس. طبعا كل حاجه ليها مختلفه يعني كل حاجه ينفع. لا ما ينفع. في بيشتغل باك فلاشنج ده ميثود ثانيه خالص انت فاهمني. السبليتس ده برضه دي ميثود ثانيه. كل حاجه ليها شغلها. قال لك جي سي اس اس ال ديزاين اللي هو سبليت ستلس احنا بنشتغل. طب سريعا كده حد عارف الفرق بين سبليت وستلس؟ حد عارف؟ سبليت اللي هو التكسير والسبليت تسعه التكسير. انا عايز العيله مركزه بشتغل على السبليت باخدها كلها يعني. لو عايز جزء يعني في اللو كونسنتريشن بنستعمل سبليتس. في الهاي كونسنتريشن بنستعمل سبليت. تمام؟ بمعنى ايه؟ انا مثلا لو بحقن 10 مايكرو ليتر من السمنه في السيرجنات في السبليت ال 10 كلهم مش هيدخلوا، ممكن يدخل منهم 2 مايكرو ليتر وهتخفف ب 8 بالكالوريا من الجاز. اما تركيزها هيكون عالي. فاهمني؟ اما في اللو كونسنتريشنز بستعمل سبليتس لان ال 10 مايكرو انا لو سي طبعا الفوليوم بتاع السيرنج 10 مايكرو بس انا بستعمل 1.2 مايكرو ليتر من برضه الديبنس اباوت فور ميثود او بتعتمد على الطريقه. فانا بيجي يقول لك ال 1 مايكرو ليتر ده دايركت بيدخل على الكل. تمام؟ انا اعرف منين؟ ده تكنيك. ده تكنيك والميثود بيقول لك كده. بيقول لك اشتغل سيلاتس او اشتغل سبليت. هي بتحدد لك كل حاجه من الاسبوع. هتقراها دلوقتي. لا عشان قانون يعني. لا 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 بص انت ما بتعملش حاجه من نفسك. هو بيجي لك داتا بتبدا تطبق وبتحط درجه حراره بتحط السبليت فلو بتحط الحاجات اللي هي البارامتر اللي طالبها. مش كامله بتبقى معاك. بس مستعجل انت برضه بس احمد لو اجي لك ميثود. بص يا باشا حاجه زي دي مثلا مالتي ريزيدوال اناليسيس اوف بيستسايد ان فود يوزنج جي سي ام اس ام اس اللي هو تي اس كيو كوانتم بتاعك. تمام؟ بيقول لك ايه؟ الجي سي البارامتر بتاعته، الاوتو سامبلر البارامتر بتاعته، الماس البارامتر بتاعتها، كل شيء. وبيحدد لك سبليت ولا سبليتلس. وادي الحاجات اللي انت ممكن تشتغل عليها. هو مدي لك الريتنشن تايم بتاعها ومدي لك البيرنت اللي هو اليوزر ايون والبوتر، كل شيء. انت بتاخد بتعمل فيدنج على طول. تمام؟ فبيقول لك ايه هو ميزه الاس اس ال؟ قال لك اللاينر نفسه ان هو ما فيش ميتال نون ميتال سيرفس كونتاكت وذ سامبل، يعني ما فيش اي حاجات ميتال جوه اللاينر بتتفاعل مع العينه فتاثر لك على الريزلت بتاعك. قال لك كبير ان هو ممكن ياخد لغايه اب تو 50 مايكرو ليتر. تمام؟ برضه حجمه كبير ان هو يقدر حتى يستوعب لك مساحه اكبر. انت عندك 10 مايكرو ليتر من هنا فانت ممكن تعمل كولر كبير. ايزي لاينر ريبليسمنت لارج فوليوم كاربيتس لو ديت فوليوم. عندك ايزي لاينر ريبليسمنت انت بتستنى انت بتشيله وتركبه يعني. اللاينر انت المفروض انت كمقابل هنا انت بتعمله دي اكتيفيشن وبتحطه طبعا في نايتر اسيد تسيبه على الاقل يومين وتعمله دي اكتيفيشن بعد كده للسيليكا اللي موجوده فيه اللي هي بعد بدات تتكسر من اللي موجود عندك في النيتريك اسيد الاسيد اللي دخل جوه اللاينر كتنظيف كلين. وده بيعتمد طبعا على الريت بتاعك في الشغل. يعني انت مثلا شغال اكستراكشن 10 عينات في اليوم فانت بتشوفه بعد اسبوع وضعه عامل ازاي لان هو بيتسد بعد كده من الهيدرو باركنز والميستس والحاجات الماتريكس عندك كتير اصلا في الاستسايد. فانت بعد كده بتشوف وبتحدد لنفسك داتا شيت. يعني مثلا المفروض انا بعد اسبوع انا هغير اللايت بتيجي تفك وتنزل درجه حراره فك وتغسله وتركبه تاني وبتشتغل عليه. او يكون عندك واحد سبير بتبدلهم مع بعض وتسيبه تاني في السوق. زي ما احنا قلنا روح لفابورايز ان ايزوسيرما دول شهر وبيكلمك على الانجكشن بورد ماست بي لارج انف تو هاوس ذا هول سامبل. لازم يكون يعني حجمه بيساعد ان هو ياخد حجم كبير من السامبل الموجود يعني ما يكونش ضيق على سامبل قليله.
قال لك سامبل كان ليف ذا سيرنج نيدد ان تو ديفرنت ويز سيرفو سبراي بعد كده بتدخل على الكولا والليكويد باند بيتكون الرابطه الباند ما بين كل ليكويد وليكويد فورميشن عشان بعد كده يحصل عمليه الفصل في الكولا تمام. قال لك سبليت انجكشن ده الشكل بتاعه وادي شكل سبليتلس انجكشن يعني انت عندك المفروض لاينر شكله يبقى جاي سبليتلس شكله سبليتلس او مكتوب عليه من بره سبليتلس والثاني هيبقى عليه برضه سبليتلس ايه الاشكال بتاعتهم وهيقارن لك ما بينهم لا هو اتكلم قال لك مين ادفانتجز فور سبليتلس سبليتلس الاثنين او التكنيك اللي هو سبليت سبليتلس قال لك ايه روبوست فيرزس كونتامينيشن بيعمل بيحارب الكونتامينيشن الموجود عندك يعني بيمنع يعني وصول الكونتامينيشن اللي جوه الكولن بعد كده قال لك ايزي تو سيت اب اند اوبريت سهل ان انت تركبه زي ما قلنا قبل كده سيت اب فور هاي اند لو كونسنتريشن احنا قلنا ان انت سبليت لو هاي وسبليت سلو وزي ما قلنا بياخد 50 مايكرو متر اكتر كحجمه يقدر يستوعب لك اكبر حجم من ده الشكل بتاعه السبليت انجكشن هو ده ادي اللاينر اهو ده الشكل بتاع اللاينر وادي السيرنج بتاعتك اهي تمام يا جماعه وادي الكولم متصل تحت كابل الكولم بتاعك في نوعين من الكولم في باك كولم في كابل الكولم اللي عندنا هنا كابل الكولم يا جماعه تمام ده الشكل بتاعه هو عامل لك زوينج على جزء معين ده 6 امبير وعندك سبليت لاين وعندك الاديشن مش شغالين سبليت عامة فمش هنحط في تفاصيل ده سبليتلس ده 6 امبير سبليت لاين سبليت لاين وعندك الاديشنال وده الكارير بيدخل من هنا بيدخل السيرنج بيدخل من تحت ومع بعض بيدخل بعد كده في الكولر الطول بتاع الكولر ده شغل المهندسين اللي بيركبوه لازم يكون 64 ملم طبعا احنا بنقيسه بمسطره ولا لا انا هنا بس هتلاقي المكان اللي بيخرج منه الكميه اللي احنا خلينا نعملها على البيرش الفكره كلها البيرش اللي هو بيسموه 6 امبير اللي هو الهيليوم اللي بس بس هي من اثنين ومش مربوطين في الجامعه انا معرفش صراحه بجد ايه يعني معرفش الاكسسوارز اللي عندك ايه بالظبط بس لازم هيجي لك السبريت بس الديتكت الجي سي في حاجه كده يا جماعه اتكلمنا عن الانجكشن تكنيك ممكن تلحين كده في مليون ممكن تلحين عن طريق الليكويد ممكن تلحين عن طريق الهيد سبيس هيد سبيس برضه باخد فيكوسيس بسخن عينه على اجيتيتور تمام سبيس هنا ولا هنا هيد سبيس تمام وده انجكشن بالظبط حاجات تانية الفيسكوست العالية قوي تمام زي البلاط زي السين زي الحاجات دي كلها بتاخدها بتسخنها على درجة حرارة مسو برضه بتحددها وبعد كده بتاخد الفوليوم اللي في التيوب بتاعتك اللي فيه الاوسيس اللي طلعت وتاخدها وبعد كده بتحقنها جوه الشي سي دي الفكره بتاعتها برضه زيها زي الفيرجن بتاعتها بس فين هنا مش بره هو بيدخل جوه ده بيدخل جوه بيدخل جوه بيسخن وبعد كده بياخد الفوليوم اللي هو اللي موجود الفوليوم برضه بالملي زيه زي برضه ال طبيعي الجاز بياخد جاز بيسحب جاز من الفوليوم اللي فوق واتكلمنا على جي سي تمام هنتكلم على الديتكتور بقى تمام اللي هي الماس عامه يعني فاحنا اتكلمنا قبل كده قلنا جي سي اف اي دي اي سي تي الجديده القديمه دلوقتي بقى في ماس يعني الماس اللي موجوده عندنا فقال لك في فول سكان قال لك سنجل كوادرابول ايرون فير تريبل كوادرابول يعني الكوادرابول بيتقسم لاكثر من حاجه في كوادرابول في الايرون فير ما عندكمش انتوا هنا في اكثر من الكوادرابول لكن الموجود عندنا هنا اسمه كوادرابول تمام فاحنا لما نيجي نشتغل اي عينه عندنا نشتغلها في اكتر من تكنيك العمليه في حاجه اسمها تي اي سي في حاجه اسمها الاي اي سي في حاجه اسمها الاس اي ان في حاجه اسمها الاس ار اللي هو بناء عليه الكوادر بيشتغل على الحاجات الدي اي سي هو اسمه توتال ايونيك كارنت او توتال ايونيك كرومادوجرافي معايا مش توتال ايونيك كارنت او توتال ايونيك كرومادوجرافي تمام يعني ايه؟ ان انا بعمل فول سكان بعمل سكرين عندي حاجه انون بعمل لها ايدنتيفيكيشن عايز اشوف ايه اللي موجود عندي في الانون طبعا هيبقى موجود عندي نويزز طبعا موجوده عندي ميسز كتيره انا مش محتاجها فانا عايز اقلل النويز دي
انت معايا، فبستعمل حاجه اسمها بي ساين اللي هو السلكتيف ايونيك مونيتور اللي هو السنجل وجر. تمام؟ فانا باخد بعض الايونات بعمل ريسبونس اقلل الدوز اللي موجوده عندي، وبعمل سيلكشن لبعض الايونات اللي انا محتاج ان انا اشتغلها. تمام؟ في حاجه اسمها الاي اي سي اللي هي الاكستراكتد ايون كارنت او اكستراكتد ايون مونيتورنج. انا عندي تي اي سي وعايز يعني مثلا ايه؟ عندي مثلا سيل مثلا بيج مثلا جوه حاجات كتيره كده، فانا عايز اخد البيج دي لوحدها بس. فانا دي حاجه اسمها اكستراكتد ايون مونيتورنج، باخد المثلا بس طبعا باخده بحدد الايون بتاعته وبحدد الريتكشن تايم. تمام؟ وبعمل له مثلا خاصه بيه يعتبر هو قريب من السيلكتيف ايون مونيتور، بس السيلكتيف ايون بيبقى فيها مجموعه وبيكون فيها بقسم الايونات دي لسيجمنت، سيجمنت بارتيشن موجوده عندي. ده الاي اي سي. في حاجه اسمها الاس ار ام اللي هي التقنيه اللي هنستعملها عندنا في الكازما اللي هو السيلكتيف اللي هو بيسموه رياكشن مونيتور، سيلكتيف رياكشن مونيتور اللي هو الاس ار ام. يعتبر احدث تقنيه موجوده في الكمبيوتر في مصر اللي موجود دلوقتي، اللي هو عندي باخد الاس اي ام ده بس عندي ثلاثه كوادرات كيو 1 وكيو 2 وكيو 1 بتعمل لي سيلكشن للحاجات اللي انا اللي هي يعتبر اس اي ام بتوزن اس اي ام، بعمل سيلكشن للحاجات اللي انا عايزها. الكيو 2 بتعمل لي فراجمنتيشن، الكيو 2 اللي هي الاربون جاس اللي هي تاني اسطوانه اللي هي الرونه دي بتكسر لي البيرنت ايرون اللي موجوده عندي اللوتر ايرون عن طريق كولوجن انرجي اللي هي بتكون فيها الاربون جاس. بعد كده يكون كيو 3 بتعمل لك سكاننج بقى للبيرنت وسيلكشن لو في اي حاجه ثانيه بتعملها ريكشن، بنتكلم في الامور اللي بعد كده وبيطلع لك الايونات اللي انت يعني ده مور كوانتيتيشن ريجليشن اللي بتاعك مور تاكيد اكتر ان انت بتتاكد ان الايونات اللي طلعت لك من الاس اي ام كمان بتتاكد من الاس اي ام طريقه. ودي طبعا داتا شيت موجوده بالحاجات اللي هي مجموعه من العلماء عملوا ابحاث وطلعوا لك البيرنت ايرون عن الكلوجن انرجي ادت لك مثلا فراجمنتيشن كذا وكذا وكذا وعملوا داتا بالحاجات دي، فاحنا بناء عليها بندخلها برضه في الناس في الاس ار ام وكده النتائج اللي احنا هنشتغل عليها. ده سريعا زي ما احنا اتكلمنا ناس في البرومتر. ده الشكل الانلت تمام اللي هو ده انجكشن بورت، بعد كده الجاز فيس ايرون سورس هنا، بعد كده بيدخل لك على الانالايزر، الانالايزر اللي هو الايرون سورس اللي هو في الناس، الانالايزر في بعد كده الايرون ديتكشن والداتا سيستم اللي هو الكمبيوتر. طبعا في حاجتين برضه، في عندك فاكيوم في نوعين من الفاكيوم، عندك في الروتري بامب وفي التيربو بامب. التيربو بامب دي مهمه جدا، التيربو بامب دي تعمل لك ايفاكويشن او تفكير كل كواليتي الهواء الموجوده في الناس عشان الناس تشتغل، اللي هو الفاكيوم اللي احنا شفناه الصبح لما جيت تحت الاول اتاكد اللي هو لازم تقعد فتره لما الباكن يبدا يتظبط ويقول لك اوكي سواء تيربو بامب او باكن او روتر بامب. فالروتر بامب هي اول حاجه بتشتغل بتسحب لك الهواء اللي موجود، لان التيربو بامب ما تقدرش بيبقى عليها الاسترس عالي او نسبه الهواء بتبقى موجوده اللي تحت. تمام؟ فهي بتسحب لك اكبر نسبه هواء، بعد كده اوتوماتيك التيربو لما بتوصل لدرجه معينه تقدر ان هي تشتغل على اساس ان الهواء قل، هي بتبقى كفاءه احلى من فلذلك احنا بنعمل لها عمليه احماد شويه من الاول يعني دي بتكبر ورا دي بتكبر ورا بس اهم ده يعني يعتبر اهم حاجه في البيس يعني انت معايا. فهنيجي بقى قال لك الام سيستم احنا اتكلمنا فيه كتير. تمام؟ الايرون سورس هديك بس حاجه كده بسرعه الناس الماس سبكترومتر هتتكون من حاجه اسمها الايرون سورس في حاجه ثانيه اسمها البري فلتر في حاجه اسمها وادرابل وبعد كده هتتكون هنتكلم على السنجل كوادر. لو احنا هنتكلم على اس اي ام الايرون سورس ده عباره عن ايه؟ عباره عن في حاجه اسمها فيلمنت
ده اللي بيحصل بيحدث فيه الايزيشن. انا هنا التكنيك بتاعي بعمل ايزيشن يعني محتاج بوزيتيف ونيجاتيف اي. انا شغال هنا بالاي اي تمام. اي اي اللي هو الكتروم ايزيشن تحديدا بوزيتيف الكتروم ايزيشن شغال عايز ايونات موجبه. فانا بعمل ايزيشن. الايزيشن بيحدث عن طريق ايون فوكس تمام. فعندي فيلمنت عندي ريبلر عندي لينسز وهنا الجري فلتر وهنا الكوادرابل بيشتغل بحاجتين. حاجه اسمها دي سي وفي حاجه اسمها الار اف. دي سي اللي هو الدايركت كارنت والار اف اللي هو الراديو فريكونسي. وبعد كده بيتكلم الفيلمنت ده بيسموه الكترون بامب مضخه الكترون. بص خليك معايا. انا دلوقتي عندي انا لايت بيك تمام مولكيول في موجه مسالب صح. انا عايز اكسر ده عشان احوله لموجه مسالب. اكسر الروابط اللي ما بين المركب ببعضها تمام. وبعد كده عايز اخد البوزيتيف ايون. انا عايز اصلا فكره الناس ان انا احصل على البوزيتيف ايون حلو. فانا عندي الفيلمنت معرفش هو كان محطوط هنا كان المهندس معين كان لو هنا ممكن اقول شكله عارفينه عارفينه خلاص. فالفيلمنت ده الكترون بامب خليك معايا خلينا نعمل مع بعض الحروف. البوزيتيف الفيلمنت ده عباره عن مضخه الكترون. مضخه الكترون بتيجي تضرب لك الملكيول المركب اللي هو عباره عن موجه مسالب بتتكسر تمام. فاصبح دلوقتي عندك موجه مسالب. فدي شغله في الفيلمنت حلو. لو عندك الاستخلاص مش كويس يعني الاكستراكشن مش كويس هيبقى عندك ماتريكس اكتر هتبدا تاثر لك على الفيلمنت مع ممكن تحرقه لانه عباره عن شعره من البنس اللان شعره ضعيفه جدا دقيقه جدا. لو الوست بدات تزيد هتحرق لك الفيلم. والفيلم لو اتحرق مش هتشوف سبيكترم خالص خالص تمام. مفيش قوه ضمان هيحدث مفيش اي تمام يا جماعه. ادي الفيلم. بعد الفيلم خلاص انا بقى عندي موجه مسلمه بقى عندي موجه مسلمه تمام. فبعد الفيلمنت في الريبيلر. الريبيلر بيسرع الايونات اللي موجوده وبيستقطب لك البوزيتيف ايون وبيمشيها في المسار بتاعها. بتيجي بعد كده اللينسز. عندك ثلاث انواع من اللينسز طبعا بتختلف عن طريق الانترست الكهرباء. بتعمل لك ايه؟ العدسات عامه بتجذب وبتكبر وبتسرع وبتركز انت معايا؟ بتمشيها في الاتجاه. بتروح على فين بعد كده؟ على البري فلتر. بعد كده خلص الايونيزيشن او الايون فوليوم اللي بيحصل فيه الايونيزيشن. بعد كده دخلنا على البري فلتر. بري فلتر ده فلتر قبل الكوادرب على طول. انا ما اتكلمش على فاكيوم خالص. تمام؟ الفاكيوم قلت لك الفاكيوم ده خاص بالناس. ده كله اندر فاكيوم طبعا. كله ده اندر فاكيوم بس هو ملوش يعني ثيوريتيكال مش مرتبط بالميكانيزم اللي بيحصل. طبعا لو ما حصلش البامب مش هتشتغل التربو مش هتشتغل الدنيا دي كلها مش هتشتغل. قلت لك في الاول كل حاجه مهمه انت معايا بس في كل حاجه خاصه بنفسها. فدلوقتي انا حصلت على البوزيتيف ايون وفي بعض الايونات اللي هي ما اتأينتش بعض الملكيولز اللي هي ما اتأينتش يعني الفيلمنت ما قدرش يكسرها. هتيجي بعد كده البري فلتر ده فلتر بامب هيمنع لك مرور الملكيول اللي هي ما اتأينتش. هيعدي الاعمال بس احنا لا لسه لغايه دلوقتي ما اتكلمتش في اللي محتاجها. اللي محتاجها الاعمال الكوادرا اللي هي البوزيتيف البوزيتيف يعني هيعدي اي سواء بوزيتيف لكن اللي مستحيل لا نيجاتيف لا وال 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 والنيوترال لا بوزيتيف بس اللي هيعدي تمام. راح لك بعد كده على الكوادرا. انا مش هحرق لك الكوادرا اللي مفرجك على شكل الكوادرا اللي مش شغال لان ده من اهم الاشياء. فهنرجع معلش هنطلع من الملف ده وهندخل على يا دوب حته فيديو على الكوادرب نفسه. اوه متزقر طيب ده الكوادرب تمام. انا هسيبكم تتفرجوا على الملف من الاول ولا الحاجه اللي تخصكم بس؟ حاجه ده البروف اللي بيعمل بيه عمليه اخدم الايون سورس. ده الايون سورس اللي احنا بنتكلم عليه. تفرجوا استاذنكم بس اروح الحمام.
انا عملت ده اشتغل على الـ SIM، اشتغل على الـ 2-1. طيب الـ 2-1
في حالات ثلاثة ما بيشتغلوش، ساعتها ما بيجوش الدور بتاعهم، ما بتطبقش طبعا. أنا بديله عمره وهو جاي ما بيطبقش. بس هو الموضوع معكوس معاك شوية، هو الكيو واحد أو كيو اثنين أو كيو ثلاثة إن الكوادرانت بيشتغل الـ RF والـ DC. تمام الاثنين شغالين، يعني إيه DC ويعني إيه RF؟ قبل ما أقول الحتة دي بس، لما أنا أجي أشتغل TIC Total Ionic Current بقول الكوادرانت أنا عايز أشتغل مثلا بشوف طبعا الارضيات اللي عندي موجوده ايه، بقول من 50 ل 650 من 50 ل 600. فمن 50 ل 650 اللي قبل كده ممكن اقول ويست زي مثلا بخار ميه نيتروجين اكسجين حاجات زي، وعندك الهيدروكربون تحديدا اللي موجوده عندك في الماتريكس اقل من 100. لذلك لما نيجي نعمل سيليكشن للاس اي ار هقول لكم ازاي تختاروا الايونز، للاسف مش موجود عندكم كل هذه المفروض الشغل الاس اي ام، والاس اي ام داتا اوريدي جاهزه. انما الاس اي ام دي ليها تكنيك الشغل كمان، انت ازاي تختار الايون بتاعك من على الكروماتوجراف، لان هتلاقي السبيكترم بتاعك. سامحوني بس انا بدخل في تفاصيل كتير، بس دي تهمك انت. يعني ده السبيكترم بتاعي، طب انا بختار ده بناء على ايه؟ هنتكلم فيما بعد. ده في الاس اي ام بس هو مش هيفيدك، لان انت شغال الاس اي ام على اللي هو مور ادفانسد زي الاس اي ام. فانا بحدده، فالكوادر رول بيشتغل بقى من 50 ل 650 اللي انت بتشوفه بيقعد بقى ايه يعمل يشيل ويكسر ويحرق ويمنع لغايه ما يطلع لك من 50 الايونات. يعني ايه 50 ل 650؟ اللي هو الموليكولر ويت لكل امالايت عندي. تمام؟ انا عندي امالايت زي مثلا بيستسايد زي الايسايون مثلا، الموليكولر ويت بتاعه زي مثلا 328. تمام؟ هو ده الموليكولر ويت اللي موجود الارض بتاعي، فده احنا بنقول من 50 ل 600، ف 328 بتوين من 60 ل 650. معايا دكتور؟ بس يا جميل، هو القصه زي ما احنا قلنا، فالتي اي سي هيشتغل كوادربل على الحته دي. طب افرض انا عملت اي اي سي اللي هو اكستراكتد ايونيك مونيتورنج، عايز ايون واحد بس، هديله في الميثود ثلاث اربع ايونات للميثانول سي، الكوادربول هيشتغل على 3 بوليمر وغير كده مش هيطلع. طب انا لو هشتغل اس اي ام هاخد مجموعه امالايت، مجموعه ايونات عند ريتنشن تايب مختلف لكل واحد، وفي تكييف. بردانين يعني؟ لا مش بردانين. بعد كده هعمل اس اي ام، الكوادربول هيشتغل على الايونز دي. اس اي ام نفس القصه، فالكوادربول هيشتغل بالمنظر ده اللي انت شفته. يعني بيشتغل ازاي؟ عندي نوعين اللي هو الدي سي والار اف. استنى مني دي سي يعني دايركت كارنت، ار اف يعني راديو فريكونسي. تمام؟ هو الكوادرابل بيشتغل بنوعين الكهرباء. نرسم احسن ده الفور رولز بتوعي. انا عندي فور رودز، ده الكوادرابل يا جماعه. هنا عندي البري فلتر، وهنا عندي الديتكتور، وادي الايونز اللي هي البوزيتيف بتاعتي اللي هتدخل بعد كده حللتها على او الديتكتور هيكشفها. ده كورسان وبتاع الحلقه. خد ده الترجستال لام، ده اللي بيعمل طبعا ده بروك اللي يركب جوه في، وهو ده بيطلع لك الايونات بتكسر لك اللي هو بنسميها الالكترون بامب، الالكترون بيطلع من هنا بتكسر لك الميكروفون اللي ما بين البوند اللي ما بين الميكروفون وبعض. فزي ما قلت لك شايف عامل ازاي؟ حلقه. ليه؟ لان الماتريكس عليه كتيره فتحته بدري. ده من ضمن المساوئ اللي ممكن تاثر عليه، انت بتفتحه مع الجي سي رام ومع الماس في نفس الوقت، هو المفروض
ياخد فتره لما تبدا يشتغل. ممكن الكهرباء طبعا عندكم مش ثابته وشويه تغير، فده كله بيأثر عليه. ده مهم، حته البتاع ده مهم جدا مهم جدا جدا. بالدي سي والار اف، الار اف ده بيسموها راديو فريكونسي، بتعمل لك حاجه اسمها امبليتيود. امبليتيود تحديدا ده الشكل اللي بتعمله الار اف، البوزيتيف اند نيجاتيف. والدي سي بتخليه ماشي في الاتجاه ده، زي ما انت قلت تحديدا بالنسبه يعني ماشي في الاتجاه ده. بتعمل سيليكشن طبعا للالجو الموجود، وبيبقى الدي سي بيخليه ماشي في الاتجاه ده، والار اف بتاخده بتعمل له عمليه الانفريت بالظبط. تمام؟ نظام خلخل بتعمل السيليكشن اللي موجود. فلما يشتغل الدي سي والار اف اتوضوا من مره واحده يعمل لك المنظر. بعد كده بيدخل بعد كده على الميكس على الديتكتور امبليتيود، وبعد كده بيدخل في شكل حلزوني دائري، وبعد كده بيمشي خط مستقيم وهو ماسك بيدخل على الديتكتور. ده الميكانيزم اللي بيحصل داخل الدي سي والكوادرابل اللي هو الدي سي والار. وصلت كده؟ طيب نكمل بس ونقعد انا وانت مع بعض. اتكلمنا عن قله الايرون سورس استفاضه دلوقتي، اتكلمنا على الانالايزر. بيسموا الديتكتو الكوادرابل ماس انالايزر، عشان لو سمعتوا الاسم ده في مكان تاني تعرفوا ان هو يقصد بيه كوادرابل. ماس انالايزر اللي هو من الماس وبيحلل الماسز او بيعمل سيلكشن للماسز اللي موجوده. كل الكلام اللي انا قلته هتلاقيه كمان اكتر من الـ من الداتا اللي انا جايبها. بيقول لك هقول لكم برضه وانس ذا ايرونز هاف بين برودوسد، الايونات انتجت من الايون سورس، الايونيزيشن حصل وحصلت على الايونات موجب وسالب. نادي بي تو سي بريد اكوردنج تو زير ماسز، قلنا الماسز بنتحكم فيها، قلنا اس اي ام واس ار ام والتماثيل. ذيس اوبن انالايزر او ماس انالايزر اللي هو الكوادرابل او الكوادرابل انالايزر، ادي الشكل من فوق اللي هو ده تمام. بس ده دي سي كيو، فالديزاين بتاعه كان ممكن انت هو بنفس اقصر شويه من الجي سي، ومن فوق في شريحه زجاجيه، فبتشوف الايرون سورس كله من فوق، انت من نفسك بتبص عليه بتشوف المنظر ده فعلا تحديدا بالشكل ده. ادي جي سي، ادي ترانسفير لاين او الاوكسولري اللي هو بياخد بعد كده الموليكيولز اللي حصل لها تأيل ودخلت بعد كده على الايرون سورس، الاس شيب، الكوادرابول، بعد كده الديتكتور. تمام يا جماعه؟ تبصوا تاني دي سنجل كواد ده ولا ده سنجل كواد؟ دي اس كيو سنجل كواد، في دي اس كيو، في بي سي كيو، في الاي اس كيو. ده سنجل كوادرابل اللي احنا اتكلمنا عليه ده هو الاس اي. انتوا عندكم ما شاء الله تريبل كوادرابل اللي هو الكوانتم، في كوانتم 8000، في كوانتم اكس ال اس، في كوانتم اكس ال اس 4. ادي الشكل اللي انت شفته في الفيديو تمام، الاس شيب والايرون سورس كوادرابل الديتكتور تمام. ده الايرون سورس زي ما احنا قلنا، هوريه لك متقطع احسن. ده الايرون سورس وده التكوين بتاعه، اللينسز والفيلمنت، وهتلاقي الماجنتيك، وهتلاقي الجزء الخاص بالايرون فوليوم، وهتلاقي طبعا البري فلتر مش تبع الايرون سورس زي ما احنا قلنا. ده الشكل بتاعه، وادي القطع اهي، بيجي المهندس يفكها بالمنظر ده بشكل عشان يعملوا عمليه بريدنت مينتنس او بيغسلوا. ده شغل صيانه مش بتاعته الصراحه يعني. يجي شركه بتيجي تفك الجهاز كله بيبوظ اللي انت شفته في الفيديو، يسحب الايرون سورس وبيعمله بالمنظر ده وبيتغسل تماما ويرجع تاني، عشان لازم عشان ما ياثرش عليه. هتبدا تلاقي ايه هي المشاكل اللي انت ممكن تقابلها عشان تعرف ان عندك مشاكل في الايرون سورس عايز يتنظف. مشاكل البيك عندك، هتلاقي البيك مثلا في بيك ده سيمتريك، بيك هتلاقيها سيمتريك
شكلها حلو يعني في اسيمتريك هتلاقي في تيلز تبدا تظهر يعني تلاقي مثلا شكل جديد كده او العكس في تيلز يبقى في عندك في ده ليه اوريدي يعني ابروف يعني بس انت محتاج تحسن تعمل امبروفمنت عن طريق ان انت محتاج ان انت تحسن اين سورس محتاج ان انت تشوف اللاين اب محتاج تعمل حاجات في الاوبجكت البري فلتر زي ما احنا قلنا نيوتر النويز فور ان هاف قالت النويزز زي ما احنا قلنا قال لك الريموفال ايرون فوليوم عند كومبليت ميجر سورس ميتيننس مش عارف ايه بي اي سي اي احنا قلنا شغالين بالاي اي اللي هو بوزيتيف اي اي بوزيتيف الكترون ايونايزيشن يعني ايه سي اي اللي هو الكيميكال ايونايزيشن بستعمل له غاز تاني وهو بيكون الميثان انت معايا خاص بالكيميكال ايونايزيشن وبيبقى فيه هيدروجين في النيتروجين ده مش تبعك انت خالص ما بيشتغلش بيست سايد عشان تكون تمام بيست سايد اي اي تحديدا بوزيتيف اي اي روت اناليسيس دي بي اي دي اي بي ده اللي هو ده شغل بقى سيرفيس مش هعرف اتطرق له لو فاضيين ممكن نقعد مع بعض نتكلم فيه اين سورس ادي البري وادي ده البري فلتر وبعد كده الجزء ده غير البري فلتر بعد كده الكوادرابل لا ده البري فلتر كوادرابل لسه يجي بعد التشير ده البروبج زي ما احنا قلنا عشان برضو تفهموا كلين اين فوليوم انت بتغسله بالجليسرين بتغسله بتعمل بيست عجينه من الجليسرين والالومنا بتصحى عشان تغسل اين فوليوم تمام يا جماعه دي وفرشه موجود كل حاجه هنا تكيله بعصايه بتبدا تغسل شوف حد غسل قبل كده يغسل قطعه قطعه اللي انت شغالها دي لا لا يجي بعد كده بتشتغلها احنا اللي بنعملها ميزه محتاج ممكن نعمل دلوقتي في الكوتيشن وصلتك الدنيا عشان ما ناخد الصبر الاول مستعجل جامد 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 انا ان شاء الله هاجي لكم ان شاء الله يعني بعد سنه اجي ازوركم يعني لو جيت اصيف كده اجي اشوف المعمعة اللي انتوا هتقفوا فيها صح؟ ضحي ضحي زي الفل ان شاء الله عندكم كل حاجه كل حاجه موجوده ان شاء الله واحنا عاليه جدا يعني كلها ناس كلها وماس احلى حاجه اي كات كيو عندك ال سي كيو فيت عندك يو اتش بي ال سي اللي هو هو اقصد زي اتش بي ال سي عندك جي سي ام اس ام اس تريبل بوردبل فما شاء الله اطرف من الوتر عندك سبكتروسكوبي انا ممكن اديكم تريننج على سبكتروم اللي انتم عايزين عندكم الدايجيشن اللي انت هتشتغل على الاي سي دي في الاي كات كيو يعني عندكم كل حاجه ان شاء الله تمام ابعتوا فده زي ما قلنا الفتيله بيغسل بقى جزء كده بالبيست اللي انا عملته من الالومنيوم اوكسايد ومعاه الجليسرين ومعاه نقطه الميه عشان اعمل العجينه وبعد كده بغسله وبعد كده بغسله بالبيست الوتر وبعد كده بيه وده فيري كريتيكال بارك روب ده اللي هو الجزء السيرفيس ده السي اي الاكس كاليبر هندخل له بقى بالابلكيشن بتاعته ده الشكل بتاعه فاحنا هنأجل وده اللي هو تيونينج طبعا اكيد مستر جيمس بيوريكم ازاي بتعملوا تيونينج وازاي شفتوا الاشكال دي كلها ودي البارامتر بتاع كل حاجه وادي شكل البيك تمام وادي الاس اي اللي ده الكروماتوجرام وده السبيكترم ودي اللايبرري اللي انا بعمل بعد كده ماتشنج بالحاجه اللي انا بطلعها اشوفها مع اللايبرري بتاعتي بس وده الكوان والكوان وده واحد زميلنا بلاش في حاجه واقفه في الجزء ده بعدها هندخل على تاني حاجه انا كمل ده لسه هستنى مش محاضرة تانية انا يعني ايه بيست سايد؟ احنا اتكلمنا على الجهاز نتكلم على بيست سايد بقى. هجيب لكم ريفيجن كامل على البيست سايد كله. بس قبل البيست سايد نتكلم عنها نتكلم الاول على الاكستراكشن. ايه رايكم؟ اكستراكشن الاول وبعد كده نخش على البيست سايد. ما هي الاكستراكشن اصلا من البيست سايد. anyway انا هتكلم على الاكستراكشن. الراجل اللي بتشوفه يعني. كيتشر اللي انتوا عايزينه انتوا اصحاب التريننج يعني وطبعا الدكتور هو صاحب الطرف في الاول وفي الاخر احمد اصبر عنده تعليقات على احمد مين؟
هنقعد مع بعض. عشان عشان الكل يستفيد من الكلام ده. هنقعد تحت الكلام ده برضه. انا عايز عشان انا تقصد ان كل حاجه في ساعه. انا مش طالع على الجزء بتاعنا، بس سايت برضه تابع كل كل واحد. فما تقلقش، خلي الاسئله في الاخر عشان الناس تشرح انت معايا وتكونش على الساعه واحده تهرب خالص. الاسئله ممكن ما تكونش كل الناس عايزه تسمعها، انما شرح الناس كلها عايزه تستفيد. ده في حاجه، حاجه ثانيه عايزين تساله برضه انتوا عايزين. انا مش مشكله بالنسبه لي ولا انا والله. انا كنت شايف الافضل. انا بتكلم كفيجن. انا بقول انا الاكستراكشن دي اكتر من مسؤول. انت بتعمل اكستراكشن، انا اكستراكشن بعمل استخلاص، بس بستخلص العضلات اللي انا عايز اشتغل عليها. تمام؟ فالاكستراكشن ده نفسه احدث حاجه او احسن التجارب اللي احنا ممكن نستعملها حاجه اسمها كيتشر. كيتشر يعني ايه؟ انا هكتبها لكم. UUECHERS دي الطريقه اللي انت هتشتغل عليها الاكستراكشن. كيو يو يعني كويك، سريع، طريقه سريعه ما تاخدش معاك وقت عشان تنفذها. الاي جايه من ايزي، سهل بسيط. سي اتش تشيب، رخيص، كيميكال بسيطه جدا. عندك الار الايد الثانيه افكتيف، تمام، فعال. الار راجل، عارف يعني ايه راجل؟ ايوه والله. الاس جامد سيف، تمام. فده اختصار كده. فانت بتشتغل بالطريقه اللي هي موجوده ناحيه بتشتغل فيها. انا اعرف كاتشر ليها اكتر من فيرجن او ليها اكتر من شغل. انا عارف بالظبط. انا اعرف طريقه الصراحه واعرف طريقته برضه، وهما الاثنين واحد. تمام؟ في واحده بالحل الاوروبي، تمام؟ وفي واحده ياباني كودكس. لا، في واحده اللي هي الحل الاوروبي الثانيه يو كي اي سي. انا فاهم. اه ايه 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 اني واي anyway, انت بتاخد العينه بتعمل لها حد عارف كده شطاري او محمد حد كده دكتور عامه احمد عايز لها الشباب الصغير الموجودين معانا شباب صغير في السن اللي هو الاستخلاص اللي احنا كنا بنعمله الاول كان بيقعد على السنه وبعدين يحط اللي هو 15 جرام ويحط عليهم كيميكال يعمل اكستراكشن بعد كده يعمل كيميكال اكتر هي دي مصدر النشر لحد ما الجهاز الالي باخد وزنه معينه من الفود بتاعي من الاجريكالتشر بتاعتي من الفيش بتاعتي.